The Hunt، الكلمة هذه معناها الصيد، وهي اسم الفيلم. ولما تجي تحاول تربط اسم الفيلم مع قصة الفيلم تحس انه ما في اي صلة تقريبا بين الاثنين. سألت نفسي كذا، قلت هل الكاتب يستهبل؟ في شيء غلط انا ماني فاهمه؟ وش اللي الصيد والفيلم يتكلم عن قضية اجتماعية ما لها اي علاقة في الصيد؟ وبعد البحث والتحري والتدقيق وقراءة بعض المقالات اكتشفت انه زمان في العصور القديمة كان في بنت يسموها ويتش هانتر او صائدة السحرة، كانت تتهم الناس بشكل عشوائي انهم سحرة ومشعوذين، وبناء على اتهامها يتم القبض على المتهمين وبدون أي تحقيق، مجرد كلمتها ضد كلمتهم، ويحاكموهم وبدون أي دليل زي ما قلت لكم، لأنها فقط تتهمهم بالسحر. وفي نفس اللحظة تجلت فكرة اسم الفيلم وظهرت أمامي مثل الشمس. فصائدة السحرة هنا في هذا الفيلم هي الطفلة كلارا، والساحر أو الشخص المظلوم هو لوكس. يا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه، واليوم راح نراجع الفيلم الدنماركي الرائع The Hunt، وبنحرق والديه حرق، وبنشرح نهايته برضه للناس اللي وجدوا صعوبة في فهمه. فلذلك لو ما تابعت الفيلم سوي لايك لهالفيديو واشترك في القناة وروح تابعه وتعال، لأنه واحد من أروع الأعمال الدرامية اللي تابعتها. طيب، لوكس موظف في مدرسة أو روضة للأطفال، والأطفال من حوله يحبوه ويحترموه، وهو يبادلهم نفس الشعور ويعتبرهم مثل أبنائه. وشفنا كيف كان يعاملهم بكل لطف، ما عندهم أي مشكلة معه. حتى في بداية الفيلم شفناه دخل الحمام مع طفل وساعده في تنظيف الله يكرمكم فضلاته، والمخرج هنا ورانا هالمشهد بالتحديد عشان نفهم أنا وإنت عزيزي المتابع إن هالإنسان ما هو مريض ولا عنده أخلاقيات منحرفة لا سمح الله. برضو لوكس مطلق زوجته وعنده ابن منها، والابن هذا يعيش معاها، ولكن لاحقا صار يعيش مع أبوه اللي هو لوكس. في نفس الوقت لوكس يعيش وحيد في منزله ومعه كلبته الطاعنة في السن. أما بالنسبة لأصدقاء لوكس كثير ويحبوه ويحترموه برضو، وشفناهم في بداية الفيلم كيف كانوا يسبحوا مع بعض، يشربون مع بعض، يجتمعوا مع بعض، يثملون برضو مع بعض، وواضح إنه بينهم عشرة عمر طويلة، وهالشيء برضو وضحه لنا المخرج من البداية، لأنه بعدها راح نشوف كل هالحب وكل هالصداقة كيف بتروح في مهب الريح لمجرد اتهام كاذب من طفلة متوهمة. بعد كذا عندنا ثيو، صديق لوكس المقرب، واللي دائما يساعده في العودة للبيت لما يكون سكران ومنتهي. حتى المخرج جاب لنا مشهد لثيو هو يبوس لوكس على فمه بعد ما رجعوا للبيت هو سكران. ما كانت البوسة تدل على سلوك جنسي أو شيء كذا، بالعكس هي توريك قد إيش الصداقة اللي بين هذول الاثنين جدا قوية ولها فترة طويلة. برضه ثيو عنده طفلة اسمها كلارا. كلارا تدرس في نفس المدرسة اللي يشتغل فيها لوكس، وتروح وتيجي معاه أحيانا من المدرسة لأنهم ساكنين جنب بعض، ولأنه برضه صديق أبوها. كلارا هذه أمها وأبوها دائما يتصايحون، وأخوها سيء بما فيها الكفاية لدرجة إنه خلاها تشوف مشهد إباحي في الجوال يظهر فيه صورة عضو ذكري. إهمال أمها وأبوها وصياحهم الدائم وقذارة أخوها ولد عندها الحاجة للحب والبحث عن الاهتمام، فتقوم تقرر لاحقا أنها تسوي هدية بسيطة للوكس وتحطها في جيبه. وفي مشهد لهم هم يلعبون باسته على فمه، كان مشهد غريب حقيقة. لوكس مسكها بعدها وقال لها ما يصلح تبوسي أحد على فمه إلا أمك وأبوك، والهدية هذه مفروض تعطيها واحد من الأطفال اللي بعمرك مش أنا، كده ما يصحش. كلارا فهمت الموضوع انه اساءة لها وكسر لخاطرها، قررت انها تكذب كذبة صغيرة لعلها تحظى ببعض الاهتمام. اتهمت لوكس بانه تحرش فيها جنسيا ووراها عضوه، ولو تلاحظون نفس المشهد الاباحي اللي شافته في جوال اخوها تقريبا وصفته في خيالها على انه لوكس. عشان كذا اطباء وعلماء النفس حق الاطفال دائما يقولون انه الطفل مفترض ما يشوف اشياء مفروض ما يشوفها، الطفل مفروض ما يسمع أشياء مفترض ما يسمعها، لأنه فعليا ما ندري كيف تأثيرها على عقلهم الباطن وكيف ممكن يكون تصرفهم إثرها في المستقبل. المهم لوكس انقلبت حياته رأسا على عقب، أصدقائه تركوه وتخلوا عنه، بل إنه بعضهم مد إيده عليه وضربه، باستثناء واحد من أصدقائه كان عنده إيمان إنه في شيء غلط في الموضوع وكان واقف في صف لوكس. ثيو أبو كلارا واللي هو صديقه المقرب، وفي مشهد جدا مؤثر شفناه كيف كان يبكي وكأنه مو داري يكذب بنته أو يكذب صديقه، الموضوع كان جدا شائك بالنسبة له، ولكن في النهاية قال إنه بنته صادقة وما في أي سبب يدعوها للكذب، وبرضه ضرب لوكس واعتدى عليه وطرده من بيته. برضو لوكس لاحقا انطرد من وظيفته. المجتمع زادت حدته على هذا المسكين، حتى المراكز التجارية صارت ترفض وجوده، بل انه الاطفال بعد التحقيق معاهم بدأوا يكذبوا وبدأوا يتوهمون ويقولون انه لوكس تحرش فيهم وكان ياخذهم لبدروم بيته. اضطرت الشرطة انها تحقق في الموضوع وتروح لبيت لوكس، واكتشفوا انه لوكس اصلا ما عنده بدروم في البيت وانه الاطفال كذابين. يعني الادمي بريء من كل التهم الموجهة له قانونيا، ولكن ايش يقنع المجتمع انه هذا الانسان بريء؟ في عين المجتمع لوكس ما زال الشخص السيء
والمتحرش بالأطفال. والأذى أيضا لحق ابن لوكس الوحيد وتم طرده من السوبر ماركت بحجة أنه ابن الرجل السيء المتحرش بالأطفال. وبرضه لما راح ابن لوكس لبيت ثيو أبو كلارا عشان يحاول يكتشف إيش فيه ويدافع عن أبوه تم ضربه وطرده بشكل جدا مؤسف. كمان الأذى لحق كلبة لوكس ولقيها ميتة في فناء منزله، وفي مشهد جدا حزين ومؤثر شفنا لوكس يدفنها تحت المطر وكأنه يودع أحد أصدقائه القلة المتبقين. حبيبة لوكس اللي للتو بدأ يقابلها ويحس بشعور الحب معاها برضو شكت فيه للأسف وتوقعت إنه ممكن يكون مريض ومنحرف، ولاحقا لوكس طرده. لوكس الآن بلا أصدقاء، بلا حبيبة، بلا زوجة، بلا عمل، بلا حيوانه الأليف، فقط هو والذنب اللي مقترف. يخرج لوكس قبل عيد الميلاد علشان يشتري بعض الأغراض من السوبر ماركت، ولكن يتم رفض التعامل معه، ولما حاول يسأل ليش تم ضربه بشكل قاسي جدا، وفي مشهد أيضا مؤثر وتم طرده خارج السوبر ماركت. يوقف لوكس على رجليه والدم على وجهه ولسان حاله يقول لو سكت على اللي صار لي راح أخلي اللي يسوى واللي ما يسوى يتجرأ علي في المستقبل ويمد يده، لازم أسوي ردة فعل، في النهاية أنا ما سويت شيء. وبالفعل رجع للسوبر ماركت وكسر أنف الشخص اللي اعتدى عليه واشترى الأغراض اللي يبغاها وخرج وهو مكسور الجناح أي نعم، ولكن على الأقل أخرج شوي من اللي بداخله ووصل رسالته. ثيو يلمح لوكس وهو خارج من السوبر ماركت يعرج والدماء على وجهه ونظارته مكسورة، يقرر انه يروح يطمن عليه ولكن زوجته تمنعه. ولو لاحظتم ثيو مرة يحب زوجته لدرجة انها تتحكم فيه وفي تصرفاته من قبل القضية الاساسية اصلا، ببساطة كده يعني زوجته جالسة تمشيه على كيفه. يرجع لوكس للبيت يلملم شتاته، يحاول يتشيك ويلبس عشان يروح للكنيسة لاحتفال عيد الميلاد، وجهه مشوه، عيونه مليانة كلام ودموع، نظاراته مكسورة مثل قلبه المسكين. يوصل للكنيسة، الكل يبدأ يبعد عنه، الكل يرفض وجوده في الكنيسة، وأخيرا يلاقي كرسي يجلس لحاله، يرتل صلواته ودموعه تنزل في مشهد جدا مؤثر ومؤلم. يلتفت للخلف وعينه تنحط على عين ثيو، وهذيك النظرة لخصت كل الألم وكل المعاناة والظلم اللي تعرض له لوكس طوال الفيلم. النظرة هذيك هي أصلا صورة البوستر تبع الفيلم. مشهد كان جدا مؤثر ونظرات لوكس تحكي الكثير يا جماعة. اعترفوا عيطتوا صح؟ لاحقا لوكس يثور من مكانه ويقوم يتوجه لمكان ثيو في الكنيسة ويأنه بكلمات كثيرة وكأنه يقول له مبسوط من الحال اللي أنا فيه، رضيت علي يا صديقي الذل والهوان. بل أنه لوكس ضرب ثيو في لحظة ما، ثيو ما جلس يدافع عن نفسه وكأنه راضي أنه يتم ضربه، لأنه في جزء داخله حاس أنه في شيء غلط، حاس أنه صديقه مظلوم بطريقة ما. ولما رجع للبيت ثيو كانت ابنته كلارا على سريرها، اعترفت له أنها كانت تستهبل وأنه لوكس ما سوى لها شيء أصلا في ذيك اللحظة. وبعد فوات الأوان أدرك ثيو أنه صديقه مظلوم. يقفز المخرج سنة كاملة لاحقا ويبدو انه الحياة بدأت ترجع لمجراها مع لوكس، الناس بدأت تتجاوز المشكلة، اوكي مو كلهم بعضهم. ولو لاحظتم كان في نظرات كثيرة حوله وكأنهم يقولوا له ترى ما نسينا. حتى احنا كمشاهدين لما شفنا لوكس وكلارا اجتمعوا بالصدفة بعد سنة في هذاك البيت ما كنا مرتاحين ابدا، ودنا انه لقائهم هذاك يعدي على خير وبس. لاحقا يخرج لوكس مع ابنه لرحلة صيد ومجموعة أصدقاء، وفي لحظة ما من ذيك الرحلة لوكس صار لحاله، وفجأة جاته رصاصة غدرة من شخص مجهول كادت أن تقتله، ولاحقا هرب هذاك الشخص. خلونا نشرح هذه النقطة واللي هي تقريبا مهمة جدا. الشخص هذا يا جماعة مو مهم مين يكون، سواء كان صديق، سواء كان ابن ثيو، أو مجرد واحد من سكان المدينة، مرة ما يهم. الفكرة اللي بيوصلها لنا مخرج الفيلم في هذا المشهد هو أنه مهما طال الزمن ومهما تم تبرئة لوكس ومهما تغيرت ردود أفعال الناس تجاه الموقف، لوكس راح يظل الشخص المذنب في عين المجتمع، راح يظل الشخص القذر المتحرش بالأطفال، وحياة لوكس عمرها ما راح ترجع مثل أول. وينتهي الفيلم. للأمانة يا جماعة عمل دنماركي جدا رائع، وأداء مادس ميكلسن لا غبار عليه، وحقيقي تأثرت معاه وتعاطفت معاه في كل لحظة من لحظات الفيلم. ممكن الناس اللي عرفوه بدور هانيبال ما راح يتعاطفوا معاه هنا، ولكن حقيقي كان أداءه جدا رائع ونرفع له القبعة، كلنا بنتفق على هالشيء. إلى هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، شاركونا آراءكم حول الفيلم، ولو في نقاط إضافية حابين تشرحوها في التعليقات خذوا راحتكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات والضغط على زر الإعجاب. كان معكم الوجيه، في أمان الله.